بتاعها واللاترال اوبليك والاوكسيبيتال زيرو ديجري اوكسيبيتال اكسيبيتومنتال ممكن تساعدنا في اللي هي ايش اظهارها. طيب شايفين هنا عندنا انواع من الفراكشرز، هنا فراكشرز شايفين هنا في البادي في منطقة الكرين ريجون حصل هنا أكثر من فراكشر حصل عندنا، هنا فراكشر في منطقة سيمفيزيال مع ديسبليس للمانديبول، هنا عندنا في البادي بس فراكشر بدون ديسبليس، هنا شايفين في البادي حاصل بس بي مع ديسبليس للمانديبول، هنا كمان في ديسبليس حصل في المنطقة هذه ديسبليس للمانديبول هنا لا. هذه من الفراكشر ممكن نشوفها. شايفين هنا ممكن يظهر معنا بوستيريور انتيور، شايفين المانديبول فراكشر في النيك اوف ذا كوندايل مع ديسبليست، وهنا عندنا اللي هو كمان فراكشرز بس بدون ديسبليست في البوستيريورز بوستيريور انتيورز، ظهرت لنا هو في فراكشر عندنا في المانديبول او قريب النيك اوف ذا كوندايل هنا في منطقة الريموس. طيب الفراكشر انواع فراكشر في الميديال ثيرد فراكشرز في معانا اكثر من نوع، وزي ما قلت لكم بتاخد تفاصيلها في الجراحه مستقبلا. في معانا اللي هو السنترال ميديال ثيرد فراكشرز تشمل لنا لي فورت 1، لي فورت اسم شخص او عالم اللي قسمها، وفي لي فورت تايب 2 تايب 3. لي فورت 1 او تايب 1 فراكشرز بيعمل بايلاترال ديتاتشمنت للالبيولر بروسيس اند بلت، او سموها لو ليفل زي سب زيجماتيك فراكشر. تمام، هنا ايش اللي بيحصل؟ بيحصل عندنا فراكشرز الفراكشر اللي موجود فيها بيكون ممتد باي لاترال، بيفصل لنا الفيلر بروسيس يعني المجزله بيفصلها كامل بدون ما يوصل لوين زيجوما، يعني بيفصل هذا الجزء الفراكشر بيفصل لنا كل اللي هو المنديبل اللي هو المجزله الموجوده هنا تحت اللي يوصل تحت السب زيجوماتيك. لذلك فيحصل ايش؟ بايلاترال بالجنبين ديتاتشمنت للالفيولار بروسيس بالاضافه والبلات كامل، يعني بس كله كان اللي في الحقه سب زيجوماتيك فراكشرز. بالنسبه لفورت فراكشرز بيكون بيراميدال سب زيجوماتيك فراكشر للمجزله. شوفوا هنا بالنسبه لفورت 2 شايفين هنا تحت الزيجوما، لكن امتد الفراكشر للمجزله هنا بيراميدال شيب، واخذها بشكل بيراميدال امتد لي جزء اكبر بالنسبه للفراكشرز. شايفين زي ما انتم شايفين هنا شايفين هنا الفراكشرز اللي حاصل بيراميدال شيب، يعني كان زي الهرم حصل بس كان تحت الزيجوما، حصل هنا فراكشرز شايفين الخط الفراكشرز الموجود خط الفراكشرز الزيجوما هنا تحت الزيجوما حصل فيها الفراكشرز، هذا اللي هو اللي فورت 2 فراكشرز. اللي فورت 3 فراكشرز اللي هو ايش سلام حصل هايلي فيل، بيكون الفراكشر فوق السوبرا زيجوماتيك فراكشرز. تمام، سنترال اند لاترال بارتس اوف ذا فيس، يعني بيمتد الان بياخذ البارت اكبر بالنسبه لها. شايفين الفراكشرز امتد فوق ايش؟ الزيجوما، علامه الزيجوما اخذ ايش اللاترال والسنترال بارت اوف ذا فيس. شايفين هنا فراكشر امتد لحد هنا، هنا فراكشرز شايفين الفراكشرز موجوده فوق ايش الزيجوماتيك فراكشرز فوق الزيجوما هنا، هذا اللي هو اللي فورت 3 فراكشرز. شايفين الاكس راي كم توضح لنا اللي هو مدى اللي هو الفراكشرز، شايفين هنا بيحصل سوبرا زيجوماتيك فراكشرز. طيب الفراكشر بالنسبة ممكن يكون معانا زيجوماتيك فراكشرز، وممكن يكون معانا نازو اوثمويدال كمان كلاسيفيكيشن، يعني بيحسبوها او تقسيم اخر بالنسبة للكلاسيفيكيشن غير اللي فورت 1 اللي فورت 2 اللي فورت 3. في معانا فراكشر في زيجوماتيك كومبلكس، في يحصل ديبريست مع فراكشر للسيفرال سايتس، او يحصل فراكشر للزيجوماتيك ارش نفسه، يعني ممكن يحصل لها ديبريست نفسه للزيجوما تروما وحصل له ايش ديبريست لاسفل وبيع فراكشر بعده سايتس كم، وممكن يحصل ايش الارش كله يحصل له ايش كارش بالنسبه للزيجوما، وممكن يحصل نازو اوثمويدال فراكشرز نازو اوثمويدال كومبلكس، وممكن يحصل في الاوربت، ممكن يحصل في الاوربيتال ريمز، وممكن يحصل ايش بلو اوت اوربيتال بلو اوت فراكشر. بنشوف الاشكال الان، شوف الان ممكن يحصل الزيجوماتيك الزيجوما، شوف العدة بارتس يحصل فيها كفراكشرز، ممكن يكون كجزء واحد كله يحصل فراكشر من اي بارت هنا
كارش كامل يعني كسر الزيجومه كارش كامل، وممكن يكون ايش ديبريست، يحصل له ديبريست، يحصل عده اكسار في ايش في الزيجومه. ممكن هنا لاحظوا هنا ممكن يكون التقسيم هنا بشكل عام جابوا اللي هو ممكن يكون دينتو البيولار بس في الدينتو البيولارز، وممكن يحصل هنا زي اللي هو زيجومات الكومبلكس زيجوما حصل فراكشر، وممكن نازو اوثمويدال هنا نازو اوثمويدال حصل فراكشر نازو اوثمويدال فراكشرز، وممكن يحصل ايش الاوربيتال ريمز يحصل فيها فراكشرز في الريمز نفسها كفراكشرز، وممكن يحصل معنا اللي هو تكلمنا عنها قبل شوية اللي هو التقسيم الثاني لفورت 1 ولفورت 2 ولفورت 3 فراكشرز. هذا كميدل فراكشر اوف ذا ميدل ثيرد اوف ذا سكيليتون. طيب نيجي الآن، هذا كله لازم تعرف عن انواع الفراكشر. طيب ايش أهمية الراديوجرافس في الانفستيجيشن بالنسبة للراديوجرافس؟ الأهمية بالنسبة للراديوجرافس انفستيجيشن، أول حاجة أول شيء تحدد لنا درجة الإيش؟